زول يا اخي، دي انفجارات عجيبه. هسه لحد هسه اربع دفرت انفجرت. انا دخلنا بابير دي بابير. يا راي لما المعبر المصري، المعبر المصري هنا هيطلعهم كلهم يرفعوا حتى ما تخلص. يا ما خش جمارك، ما خش جمارك، ناس خارج العربات هذول جوا جمارك. بضاعة معبر معفن، ما في اي حاجة، مويه ما في. لو ما سمع الانفجارات دي انت دل 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 هاي خارج الناس دي مباحة. كلها تنزل، كلها تطلع. دفارات طلعت من غير جوارك، كله تعب. وين؟ هناك عليك الله. تصور بالك، ما تصور.